الله الرحمن الرحيم. أنا المرشح سالم بوزيان، مرشح عن عمادة عين البطرية، الدائرة الانتخابية عين البطرية. بفضل الله وبفضل ناخبينا ترشحت إلى الدور الثاني، وتعهد بتحقيق مطالب الجهة خاصة التنموية. جهتنا تفتقر إلى أدنى مرافق التنمية، طرقات متهرئة إن لم نقل معدومة، شبكة المياه صدئت ومر عليها زمن طويل ولم تتجدد ولم تقم الدولة بصيانتها. أيضا شبكة التطهير معدومة بجهة عين البطرية ومتهرئة بجهة واد الكنز، تحتاج إلى صيانة ورعاية. شبكة الاتصالات ضعيفة جدا، التنوير الكهربائي ضعيف. وطالب أيضا بتحقيق تنمية للشباب كإنشاء ملعب حي لكل من الجهتين، كذلك إنشاء نادي أطفال لحماية أطفالنا أو روضة أطفال تكون مدعومة من طرف الدولة. وطالب أيضا بتوفير نقل مدرسي لأبنائنا الذين يقضون ساعات للوصول إلى المدرسة مما أثر على نتائجهم. كذلك أطالب بتسوية وضعية الفلاحين الشبان ودعمهم. بالنهاية أشكر كل الناخبين الذين أعطوا في الثقة، وأعدهم بالعمل بقدر المستطاع على تحقيق ما استطعنا من تحقيقه من هذه المطالب، وأدعوهم إلى الإقبال بأكثر عدد في الدورة الثانية. والله ولي التوفيق والسلام.